هنا هو حضر اول مره يعني خد فرصه وخد الثانيه وبعدين جه خد كمان الفرصه الثالثه اللي هي في 2000. هنرجع لنفس النقطه دي عشان هاجي منها الفايلر ومشواره في افريقيا، بس برضو ناخد التليفون مره تانية. الو الو، نور يا كابتن يوسف حبيبي، ازيك؟ سمير كمونه معاك. مش انا والله لسه سمير، والله هقول سمير كمونه ان هو بيقول لي جو. اهلا وسهلا كابتن سمير العالمي. والله كابتن سمير ازيك، اخبارك ايه؟ تمام، وحشنا والله كتير. حبيبي يا سمره، طمنا عليك، وحشني والله. انت عامل ايه يا جو؟ وحشني. الحمد لله تمام. انت لعبتوا مع بعض اهلي ومنتخب يا كابتن سمير، مظبوط؟ لعبتوا مع بعض اهلي ومنتخب، يعني عشره عمر في الاهلي والمنتخب مع بعض. احلى ايام حياتي لعبتها محمد يوسف ومنتخب. حبيبي وانا رمزي ومدحت ومشير والحديدي والمجموعه الحلوه دي وعبد الصاير وكل المساكين اللي لعبت معاهم. بس محمد يوسف من المساكين النادرين، عنده مستين كويسين قوي، عنده مهاره، عنده فكر تكتيكي على اعلى مستوى من ناحيه هجوميه. فكنت صعب جدا حريف وبيكمل ناحيه هجوميه وعنده مستوى بعيد حبات. لا لو تقدر كابتن سمير بس اتحرك شويه لانه الشبكه يبدو انها مش في اعلى مستوياتها، فعشان الصوت يبقى وصل لنا بشكل واضح. الو، ايوه كابتن سمير، اتفضل. كده واضح؟ كده احسن كتير طبعا. لا بقول لك، انت بتتكلم عن اللعيبه القليلين قوي اللي جم في المكان ده اللي اتعدى على الصوابع. لا كان مساك طبعا سوبر، وباك ليفت كمان كان احسن واحسن، خليه بصمه في النادي الاهلي ومنتخب مصر. يعني بصراحه لو اتكلمت على محمد يوسف مش هديله حقه، افضل بناء لحد الصبح، مش مجامله والله. حبيبي يا سمره والله. كمان للمجال ومجاله بقى المهنه الثانيه اللي هي مهنه التدريب، راجل نجح جدا مع النادي الاهلي، خد بطوله افريقيا، ومن المدربين اللي هم ليهم بصمه في تاريخ النادي الاهلي صاعدين، اللي هم يعني المفروض كان ياخد وجهه نظر يعني فرصه ومساحه من الوقت اكتر، كان جاب بطولة افريقيا تاني وجاب الدوري والكاس، لانه خلاص اتحط على الطريق الصح من ثقة مجلس ادارة النادي الاهلي، والجماهير كانت بتثق فيه جدا، واللعيبة كان قريب من اللعيبة الفترة اللي فاتت او الفترة اللي كان ماسك فيها، وعنده هو يعني شغل في تطور، هو بيشتغل على نفسه على طول. انا عارف يوسف، حتى انا ما اشتغلتش معاه لكن انا عارف شغله وعارف هو بيشتغل ازاي، ان هو بيطور وبيشتغل على نفسه كتير، فتلاقيه هو بيلعب كرة حديثة، ومن الناس اللي اي فرقة او اي نادي يبقى كسبان او يبقى مستفيد بمحمد يوسف ان هو يبقى متواجد يعني معاه كمستثمر. حبيبي يا سمرة والله، انا مش عارف اشكرك على الكلام ده كتير عليا. والله ده حق. احنا سمير زميلنا بعض كتير والله يا احمد، كلاعبين طبعا، وسمير كمان احترف في المانيا طبعا، ولعبنا مع بعض في تركيا بس مش في نفس النادي. هو احترف في الدوري التركي، ومن احسن سمير راح كايزرسلاوتن اعتقد، لعب كايزرسلاوتن في المانيا، ولعب كمان في تركيا في بورصه بورصه سبور، وكان من يعني فعلا من المدافعين الاقوياء جداً. انا فاكر سواء تسديدات سواء لا رجل حتى وانت كمان يا كابتن يوسف رجلك الشمال يعني ما شاء الله يعني الحمد لله. لا بس ابو حميد معلش استنى بقى، انا رجلك ومات بس هو رجله اقوى. هو رجله اقوى سمير، رجله اقوى. لا والله يا كابتن سمير، انا فاكر في ماتش الاهلي والزمالك، انت طبعا ما شاء الله يعني كنت يعني لعيب عالمي الحقيقه. فاكر في ماتش الاهلي والزمالك في صفحه الرياضه، طبعا اياميها كنا بنقرا جرايد، ما كانش في سوشيال ميديا وكده، كانوا راسمين كابتن سمير كمونه رسمه كاريكاتير كده وطالع من وسطه من تحت 8 رجول يعني. فاكر ما نساهوش الكاريكاتير. لا طبعا كابتن سمير من مسلوخه. ايوه ميرسي يا كابتن سمير، بنشكرك شكرا جزيلا، واتمنى انك تشرفنا في السادسه ندردش كده مع بعض ونستعيد ذكرياتك الحلوه. تنورنا دايما. من احسن الشخصيات واطيب الشخصيات واجدع الشخصيات في المجال يعني في كره القدم. انا يعني خلي بالك احنا طبعا جيل لعبنا مع بعض سنين كتيره طول فتره انت مين اقرب الناس اللي يعني بعيدا عن المستطيل الاخضر قريبين من قوي من كابتن محمد؟ في ناس كتير، انا مش عايز انسى حد يعني عشان بس ما انساش اسم حد يزعل، لكن
في الجيل بتاعنا كله احنا قريبين من بعض، بنكلم بعض بالتليفون، بنسال على بعض، بنتقابل مع بعض لما بتيجي مناسبه. لسه متقابلين قريب في الماتش بتاع الافتتاح افتتاح الملعب الاهلي بالسلام. فكلنا قابلنا بعض وقعدنا مع بعض، دي كانت حاجه جميله جدا. الاوزان اختلفت خلاص يا كابتن. الاوزان اختلفت. لا بنحاول نجتهد ان احنا ننزل الاوزان يعني. نروح لفاصل ونرجع نكمل لقاءنا اللي بتمنى تكونوا مستمتعين بيه مع نجم مصر النادي الاهلي الكابتن محمد يوسف.